بشكل متكرر وبأساليب مختلفة، لا تكاد تنتهي الاعتداءات على الأطباء من ذوي المرضى والمتوفين بين الحين والآخر، اعتداءات تقول عنها الكوادر الصحية في النجف إنها تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون واعتداءاً على موظف أثناء الخدمة وليس أي موظف. اعتداءات يومية متكررة في داخل ردهات، لا سيما ردهات الطوارئ، ردهات العزل في المراكز الصحية، في اعتداءات يومية مستمرة، ولكن هل وضع حد لهذه الاعتداءات لحد الآن؟ لم يوضع حد لهذه الاعتداءات. هذا راح يأثر على كفاءتنا، راح يأثر على كفاءة العمل، كفاءة الإنتاج. بدل ما نكون إنه مثمرين ومنتجين بطاقة 100%، راح يكون يعني يادوب نوصل 30% من المؤمل. غياب الرادع من القوانين والإجراءات الكفيلة بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية زاد من معدلات الاعتداء والتهجم بشتى الطرق والأساليب على من يطلق عليهم بالجيش الأبيض. هكذا يرى قانونيون دعوا إلى تجديد العقوبات وتفعيلها للحد من هذه الظاهرة. ضعف القانون أدى بعض الناس الذين ما يتحملون المسؤولية بارتكاب بعض الجرائم على الطبيب أثناء أداء الواجب، وخصوصا في ردهات الطوارئ. عدم تفعيل هذه القوانين وعدم تطبيقها هو اللي دعانا إلى هذه الوقفة. احنا نطالب بتفعيل القانون واتخاذ إجراءاته القانونية الصحيحة. منظمات حقوقية دولية كانت قد حذرت من اتساع دائرة العنف ضد الكوادر الطبية، ما قد يجعله خارج نطاق السيطرة، وشددوا على أهمية دور الدولة في معالجة هذه الظاهرة. وبحسب متابعينا فإن تراجع الخدمات الصحية في المستشفيات لا يبيح على الإطلاق استهداف الطواقم الطبية التي تتصدر التصدي للأزمات الصحية في البلاد بإمكانيات لوجستية محدودة. من النجف، محمد رزاق، التغيير.